بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة. من خلال سلسلة الفيديوهات الخاصة بالمساق Data Structure and Algorithm لطلاب برمجيات وقواعد بيانات دبلوم بالكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخان يونس فلسطين، سوف نتطرق في هذا المساق إلى دراسة الخوارزميات المتعلقة باللي هو تركيب البيانات بالجافا. طبعا في هذه المحاضرة إن شاء الله ستكون مقدمة عامة عن المساق، من خلالها سوف نتعرف ما هو مقصود بتركيب البيانات والهدف من تعلم هذا المساق وأنواع تركيب البيانات، وبالأحرى بعضهم يعني يرفضون عليها كلمة هياكل بيانات، ولكن تركيب وهياكل نفس الشيء. سنتعرف على أنواع العمليات في تركيب البيانات، أيضا مفهوم دراسة الخوارزمية، يعني حنتعرف على حاجة بسموها complexity أو التعقيد للخوارزمية، ودراسة كفاءة أداء الخوارزمية مع أمثلة عملية إن شاء الله. فلنبدأ على بركة الله بالمفهوم العام لتركيب البيانات. طبعا تركيب البيانات أو هياكل البيانات هي عبارة عن طريقة لجمع البيانات وتنظيمها بطريقة تمكننا من إجراء عمليات على هذه البيانات بطريقة فعالة. يعني كيف الكلام هذا؟ لو إحنا رحنا جبنا بسم الله لو احنا رحنا بدنا نوضع ارقام بتسلسل معين، على سبيل المثال كما درسنا سابقا في مساق البرمجة استخدمنا مصفوفة array، ورحنا استخدمنا المصفوفة في تخزين الاعداد 10 20 30 وهكذا، وهذه المصفوفة سميناها A. فالمقصود جمع البيانات اللي هي البيانات اللي هي العشرة والعشرين والثلاثين، تنظيمها حطيناهم بشكل معين بطريقة ليش؟ لتمكننا من إجراء عمليات عليها بطريقة فعالة. مثال على ذلك بالنسبة للإضافة والحذف والبحث وعملية الترتيب وعملية الميرج وهذه العمليات اللي احنا حنتطرق لها ان شاء الله من خلال الجانب العملي. اذا عرفنا شو المقصود بتنظيم البيانات بشكل معين، وتنظيمها بشكل معين وين هذا؟ في قلب ايش؟ الذاكرة او في قلب الستورج اللي موجود عندي. يعني كيف البيانات هذه مخزنة داخل الذاكرة، او كيف البيانات هذه مخزنة في ديسك ستورج. بشكل مبسط هياكل البيانات تعتمد على تصميم عملية التخزين. اذا ايه كيف بنخزن هذه البيانات بطريقة فعالة وغير معقدة لتدعم نوع البيانات المراد تخزينها، ليعمل الكود أو الخوارزمية بطريقة أسرع وأكثر كفاءة. تمام؟ هذا بشكل عام. مع الوقت حنفهم الموضوع أكثر فأكثر وندخل بتعمق في الموضوع هذا. أنواع هياكل البيانات في لغات البرمجة، إيش أنواعهم؟ بدام كلمة بيانات، إيش يعني بيانات؟ بيانات هي عبارة عن بيانات خام، يعني حقائق غير معالجة. في حالة معالجة هذه البيانات بصير عندنا إيه؟ معلومات. طيب بقولك يوجد نوعين من هياكل البيانات، النوع الأول بدائي بسموه بريميتيف بدائي، والنوع الثاني معقد بسموه نون بريميتيف. اذا كلمه بريميتيف يعني بدائي، نون بريميتيف يعني معقد، وهو مكون من النوع البدائي. حتى النوع المعقد في نوع بدائي. النوع البدائي هي طريقه لتصنيف انواع مختلفه من البيانات زي الاعداد الصحيحه، الاعداد الصحيحه الواحد اثنين ثلاثه، او الاعداد
الحقيقية اللي فيها الفلوتينج بوينت زي 1.5 يسموها عدد حقيقي، والسلاسل الحرفية زي الـ A والـ B والـ string، تمام، أو النصوص التكست، وعليه يتم تحديد العمليات المستخدمة بين أنواع البيانات المختلفة. فمثلا أنواع البيانات من النوع الأعداد الصحيحة بسموها integer، يمكن إجراء العمليات الحسابية المختلفة عليها، بينما في حالة النصوص يمكن دمج النصوص. بتقدرش أنت تجمع A و B، لكن نقدر نعملهم إيش؟ عملية دمج. فهذه العمليات تحدد من قبل نوع البيانات أو نوع هيكل البيانات اللي احنا بنستخدمه. ثم أنه لدينا هياكل البيانات المعقدة والتي يتم استخدامها لتخزين البيانات الكبيرة، والبيانات التي بينها علاقة أو صلة، بينها علاقة أو إيه؟ أو صلة أو متصلة مع بعضها البعض، اللي هو النون بريمتيف أو المعقدة. تمام؟ أمثلة على هياكل البيانات المعقدة، في عندي حاجة بسموها array list. list معناها قائمة، يعني قائمة من الأري. تمام؟ في حاجة بسموها linked list، القوائم المتصلة. في الشجرة، وفي الشبكة الجراف، في عندنا الكيو الطابور، والستاك المكدس. هذه أنواع البيانات سنتطرق إلها إحنا يعني بشكل مفصل في المحاضرات القادمة إن شاء الله، بحيث إنه إحنا كل نوع بيانات نقوم عملية بنائه وعملية إجراء عمليات عليه بشكل عام. فهمنا شو معنى تراكيب. الآن كلمة خوارزميات، إيش هي الخوارزميات؟ هي مجموعة من الخطوات الستيبس والأوامر الواضحة التي تكتب لحل مشكلة برمجية معينة. ويقال أن الخوارزمية جيدة، متى بنقول الخوارزمية جيدة؟ إذا كانت إيه؟ سريعة. السرعة بنحكي عنها في عملية إيه؟ التايم، سرعة التنفيذ، ولها كفاءة عالية في التخزين، يعني بتاخدش إيش؟ وسع كتير، بتاخدش مساحة كتيرة عندي في الهارد ديسك. إذا إحنا معيار إنه نحدد إنه الخوارزمية هذه جيدة وغير جيدة ومين أفضل، في عندي معيارين مهمين. المعيار الأول اللي هو السرعة في التنفيذ، والمعيار الثاني الكفاءة العالية في إيه؟ في التخزين. أنواع العمليات اللي إحنا هنتعلمها على تركيب البيانات، طبعاً إحنا المصطلحات باللغة الإنجليزية بنكتبها، ترجمناها للعربي بس ياريت نحفظهم باللغة الإنجليزية. العملية الأولى حاجة بسموها traversing، التنقل، يعني هذا معناها إني أنا أمشي على عناصر هيكل البيانات عنصر عنصر على الأقلية مرة واحدة. مثال على ذلك، افترض أنه عندي أنا الهيكل البيانات اللي هو الأري بالشكل هذا، اللي هو 1 10 5 3. معنى ترافيزنج أني أنا حمر على العنصر هذا والعنصر هذا والعنصر هذا والعنصر هذا، كلهم إيه؟ أمر عليهم كلهم على الأقلية مرة واحدة. سيرشنج معناها أني أنا بدي أبحث عن عنصر معين، على سبيل المثال أبحث عن الرقم 5. إنسيرشنج معناها إنسيرت، معناها آد، إني أنا بدي أضيف عنصر جديد هنا، بدي أضيف عنصر 4. كيف بتتم عملية الإضافة؟ الديليت معناها إني أنا بدي أحذف عنصر. طيب السورتينج معناها ترتيب العناصر هاد، زي ما أنت شايف 1 10 5 3 4، كيف بدي أرتبهم. الميرج معناها دمج، لو أنا عندي مصفوفة وكمان مصفوفة زي هذه فيها رقمين 30 و50 وأوضحه في مصفوفة تانية، إذن هذه فيها 1 2 3 4 5 وهذه فيها 2، بيصير عندي مصفوفة فيها 7 عناصر. تمام؟ هذا معنيها إيه؟ عملية إيه؟ معنى عملية إيه؟ الميرج اللي موجودة عندنا. بالنسبة لأشكال تركيب البيانات كيف برمزوا لها، بعملوا لها موديلنج بالشكل هذا. هذه عبارة عن مصفوفة بقولوا عنها array مصفوفة، وهذه طبعا المصفوفة اللي عندي أحادية. تمام، في عندي one single أو بقولوا عنها one dimensional array. one dimensional array اتجاه واحد الاتجاه، وفي بعض الناس بقول عنها vector، بسموها فيكتور متجه.
تمام، لكن احنا راح نتعامل مع اري. اللينكد ليست زي ما انت شايف سلسله متصله او قائمه متصله، كل عنصر بيأشر على اللي بعده، هذا معناها بيأشر العنصر هذا بيأشر على هذا بيأشر على هذا، هذا ايه عباره عن مؤشر على العنصر اللي بعده، بتبدا من هنا وبتنتهي وين؟ بتنتهي هان السلسله. الكيو انه العناصر كلها بتكون مرتبه ورا بعض بالشكل هذا، الستاك بيكونوا ايه فوق بعض بالشكل هذا. طبعا تختلف العمليات كل طبعا كل هيكل بيانات او كل تركيب بيانات العمليات اللي موجوده عليه تختلف كفائتها من تركيب بيانات معين او داتا ستراكشر معين الى نوع ثاني، من نوع الى نوع، الكفاءه في التخزين وفي ايه في سرعه التنفيذ. بالنسبه للهياكل البيانات المعقده ايضا في عندي حاجه بسموها الشجره، زي ما انت شايف تخزن البيانات على شكل هيئه شجره وفروع. لو عندي انا نص فانا هذا A B C بالشكل هذا، وفي عندي حاجه بسموها الشبكه، الشبكه المتجهه والشبكه ايش الغير متجهه، انك كيف انت توصل من نقطه الى نقطه وتبحث من نقطه الى نقطه، زي ما احنا بنشوف في جوجل ماب او في كريم كيف بوصلك من نقطه لنقطه وبحسب. هذه هي عباره عن التكلفه اللي هي وصول من نقطه V5 الى V4، تمام. وهنا يعني بسموها دايركتد جراف، يعني جراف متجه، هذا ان دايركتد جراف غير متجه او ملوش كوست. تنقسم تركيب البيانات من حيث الذاكره الحجز في الذاكره الى نوعين، تركيب بيانات بسموها دايناميكيه دايناميك، وفي تركيب بيانات بسموها ستاتيك. الدايناميك على زي اللي احنا قلنا عنهم سابقا، اري ليست لينكد ليست ستاك كيو تري. طبعا هذول بدنا نحفظ المصطلحات تبعتهم باللغه الانجليزيه، حتى في البرمجه لما نجي نبرمج الكلام هذا وفي الجانب الشق العملي حتستخدم الايه الاسماء هذه. الاري استاتيك ايش يعني ثابته وايش يعني دايناميكيه؟ إيه بالنسبه للثابته، انه يقوم البرنامج او الخوارزميه بحجز حجم الذاكره قبل التنفيذ، ولا يمكن زياده الحجم في الذاكره بعد او اثناء التنفيذ. لو انا عندي اري وكانت متكون من ثلاث عناصر، هل قلت لما احنا كنا نمشي طبعا واحد اثنين ثلاثه، واحنا في بالجافا بنبدا بايش بصفر، لما كنا نمشي كانت هذه ماكسيمم عندنا تكون اللينكس تبعها اثنين، لما كنا نطلع برا يكون يقول لك اوت اوف اندكس، تمام، لانه نهايه المصفوفه هنا. لما انا بدي اضيف كمان رقم ما بنفع اروح احط هنا رقم جديد واقول هنا اربعه واكمل، لانه هذا حجز للاي اري حجز لها فيكس سايز. اذا كان انت حجزت جوا هنا انتجر، الانتجر بياخذ 2 بايت، 2 في 3 بياخذ 6 بايت، اذا 6 بايت اللي موجودين عندك انت بتحجزهم قبل التنفيذ وبتقدرش تحط 2 بايت اللي بدك تخزن فيهم هنا، برفض وبيطلع لك ايرور، تمام. هذا بالنسبه للستاتيك. اما بخصوص الدايناميك فانت في امكانيه انك انت تحجز مبدئيا مثلا 6 بايت، لكن اثناء التنفيذ انك انت تعمل اكستند وزياده وتتوسع وتاخذ اكثر بيانات. هذه ميموري الوكيشن، حجز الذاكره. مثال على خوارزميه، لو احنا طلبنا من الطالب انه يكتب خوارزميه لايجاد اكبر عدد بين ثلاثه اعداد بقائهم من اللي هو الكيبورد تبعت اللي هو المستخدم او بدخلهم المستخدم، فاحنا كخوارزميه ايش في عندنا؟ عندنا ثلاث نقاط. النقطه الاولى بنتكلم عنها اللي هي انبوت، انبوت. والنقطة الثانية نتكلم عن اوتبوت. والنقطة اللي بالنص اللي هي عملية الايش؟ البروسيس، العمليات. البروسيس ايش يعني؟ عمليات اللي موجودة. إذا في عندي انبوت بأجري عليه عمليات ومعالجة بيطلع لي اوتبوت. طب ايش الانبوت عندي؟ الانبوت عندي الارقام هذه، الارقام هذه A وB وC بدخلهم. الاوتبوت اللي بده يطلع عندي ماكس اللي هو اكبر عدد موجود فيهم. البروسيس بتبدا، اول شيء بنقول احنا افترض انه الماكس بياخذ اول رقم،
فإذا صار في عندي في الاي في الماكس هنا اي ماكس هياخد اول رقم، مين اول رقم اللي دخلنا اي؟ اذا احنا بنقول يا اي انت الماكس. بنقرا الرقم الثاني، اذا كان الرقم الثاني اكبر من اي اذا هو اكبر منه، اذا ايه بده يحل مكانه ويروح ايه ويقول هو في الماكس. واذا كان الرقم الثالث اكبر من اللي في الماكس، مين اللي في الماكس؟ اي. طبعا لو كان بي اكبر منه حيكون هنا بي، اذا كان الرقم الثالث اكبر من اللي في الماكس اللي هو العنصر هنا، بنحط احنا ديسبلاي للماكس. طبعا الماكس بيكون السي، تمام؟ فاحنا بالاخر بنظهر مين اللي العنصر اللي مخزن داخل الخليه ماكس هذه. اتمنى تكون فهمتوا الموضوع هذا. طبعا الترتيب في الخوارزميه وترتيب العمليات مهم جدا، لانه لو اي خطوه سبقت خطوه ثانيه فبتتغير الامور عندي وممكن يطلع الاوتبوت غير المتوقع. احنا ليش بندرس الخوارزميات؟ ايش مفهوم دراسة الخوارزمية؟ مفهوم دراسة الخوارزمية انه مدى احتياج هذه الخوارزمية للوقت في التنفيذ والمساحة في التخزين وللوصول لهذه العناصر، ويعرف هذا باسم complexity of algorithm. يعني احنا لو احنا بنقول إن بدنا نقارن بين الخوارزمية وخوارزمية، بنقارن من حيث الكومبلكسيتي التعقيد. وبرجع بقول في الوقت والمساحة، الوقت بيعتمد على عدد الخطوات، المساحة التخزين بيعتمد على عدد المعلومات. لكن طبعا اهل التخزين في الذاكرة العشوائية، احنا اليوم الذاكرة العشوائية كبيرة جدا، فاحنا بنركز هنا في الكورس هذا ان شاء الله على أكثر إشي على الوقت، تمام؟ فمثلا إذا أردنا تخزين عنصر جديد في المصفوفة، فنحن هنا نحتاج لحساب عدد العناصر التي نحتاج لتحريكها بالإضافة لعملية التخزين لنحسب الوقت والمساحة. يعني كيف عندنا لو إحنا هاي عنصر بدنا نضيف عنصر في مكان جديد في المصفوفة، لو أنا بدي عندي المصفوفة 1 3 5 مرتبة وعملية الإضافة بدي أضيف الرقم 2، 2 وين بده يكون؟ في المكان الثاني. أول إشي مش حيسمح لي أضيف لأنه هذه fixed size يعني static، لازم تكون عندي أكبر من هيك، أكبر من 3. فالاثنين هذه عشان أضيفها لازم أعمل إيش؟ تحريك للخمسة تيجي هنا وللثلاثة تيجي هنا، وأروح أضيف الاثنين مكان موقع الثلاثة. هذه العمليات اللي إحنا بنحكي عنها. فقديش هذه كانت صعبة ولا سهلة؟ بدنا نعرف هل الطريقة هذه الكومبلكسيتي تبعتها مناسبة ولا لا. طبعا لقياس الكومبلكسيتي لأي خوارزمية في عندنا مقاييس. المقاييس هذه بالشكل هذا، افترض عندي انا هنا الاكس والواي محور السينات ومحور الصادات. طبعا لو احنا عندنا علاقه زي كده بنقول علاقه ايه طرديه، يعني كل ما زادت اكس كل ما زادت ايه واي، يعني بالشكل هذا. طبعا احنا لو احنا رسمنا خط خطين ثلاثه وتفرجنا هنا على الثلاث خطوط هذول، وكان هذا عبارة عن الانبوت، مدخلات، وهذا كان عبارة عن الكومبلكسيتي أو التايم. نركز مع بعض شوية. إذا هذا الوقت وهذا هي المدخلات. طبعا كل ما زادت المدخلات زي ما أنت شايف في الثلاثة بزيد الوقت. يعني لو كان هذا المدخل 5 هتلاقي هنا 5 6 6 10 هتلاقيه بيطلع اكثر، وهنا عند ابعد هتلاقيه طلع فوق اكثر. هذا بسموها علاقه طرديه. طيب افترض انه هذه بسموها الورست كيس. ورست ايش يعني؟ اسوء حاله. هذه بدي اقول عنها البيست كيس.
بيست ايش يعني افضل حاله؟ هذه بنسميها الافرج، متوسط. احنا يا احباب دائما بندور انه احنا نشتغل بالورست كيس. كيف يعني؟ نعمل بالورست كيس ونخطط للافضل، تمام؟ هذا الفرضيه تبعتنا. يعني احنا لو كان هو بالبيست كيس هو بياخذ مثلا بتاخذ ثانيه، بالافرج كيس بتاخذ ثانيتين، لكن بالورست كيس بتاخذ 1000. انا معني اقلل الالف هذه. وضحت الفكره؟ اذا الورست كيس هذه هي عباره عن مقياس بقيس مدى الكومبلكسيتي تبعت ايش الخوارزميه هذه والتعقيد تبعها بالنسبه لمين؟ للتايم، لمين؟ للوقت اللي تتنفذ فيه. يعني عندي كم انبوت مع التايم اللي موجود هذه، كل ما زاد الانبوت كل ما زاد التايم. في عندي حالات بالشكل هذا، هذه افضل حاله، هذه متوسطه، هذه الورست. طبعا هنا لو احنا شفنا هنا اللوج الان وان، هذه مصطلحات رياضيه بدرسوها باسهاب في تخصص علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، بحيث انهم يوصلوا لافضل خوارزميات باقل كومبلكسيتي، تمام؟ نيجي احنا نتكلم عن الكومبلكسيتي. ايش يعني تايم كومبلكسيتي؟ برجع بقول التايم كومبلكسيتي الوقت اللازم لتنفيذ البرنامج مقارنه بعدد المدخلات، مثلا عدد العناصر المصفوفه لو كنا نقول عنهم انبوت، هنا عدد المدخلات، تمام؟ ايش يعني سبيس كومبلكسيتي؟ بانها مساحه التخزين اللازمه لتنفيذ البرنامج مقارنه بعدد المدخلات. وطالما انها مرتبطه بالمدخلات فستجد ان درجه تعقيد الخوارزميه تقاس بما يعرف بيج او، بيج او نوتيشن، يعني رمز البيج او. وكلمه او معناها اوردر، او اوردر ترتيب، اوردر نوتيشن ترتيبها. طيب علما بان ان هنا يقصد بها عدد مرات المعالجه او التخزين، وكلما قلت قيمه ان كلما كانت هذه الخوارزميه افضل من حيث الوقت وايه والتخزين. يعني كل ما قلت ان بالشكل هذا. طيب نيجي نتكلم على الكلام هذا بالشكل اللي احنا بدنا نشوفه من خلال مثال. المقصود بالكفاءة كم من الوقت تستغرق الخوارزمية للتنفيذ. في هذا المساق سوف نركز في الوقت أكثر من التركيز على المساحة، وذلك توفير المساحات بشكل جيد في الوقت الحالي. إذا في عندي تايم وسبيس، إحنا هنتكلم عن التايم. افترض إنه أنا بدي أشوف كفاءة عملية البحث في مصفوفة مكونة من 5 أرقام، اللي هم 10 وال20 وال30 وال40 وال50. هذه مصفوفة، واسم المصفوفة مثلا A أو X أو Y اللي هو، تمام؟ بدي اعمل عملية سيرش على العشرة. لو انا العشرة هذا وانا ببحث، افترض انه كان موقعه اول عنصر في المصفوفة، قديش كلفتك عملية البحث؟ اول اشي حتقول اف، حتبدا في ايه؟ في الفور، فور لوب، تمشي، لانه اي مصفوفة بدك تدور فيها بدك فور لوب، حتبدا فور وحتعمل اف اللي هو الايه؟ الاي بيساوي الكي اللي انت بتدور عليه، وتكتب جملة ايه؟ فاوند. هل قلت لو انت كان اول عنصر، فاحنا نمشي دور هنا، هل انت موجود هنا يا عشر؟ اه موجود هنا. مادام لقى اول عنصر قديش اخذ وقت؟ اخذ وقت انه بس مقارنة واحدة، عملية واحدة. يعني لو احنا قلنا بالاجمالي او بالايجاز ثانية، اخذ ثانية واحدة. طب لو كان في الموقع الثاني حياخذ العنصر الاول، هي ثانيه، الموقع الثاني حياخذ ثانيتين، ثالث ثلاثه. طيب قديش طول المصفوفه هذه؟ 6. لو اخذ 3 وكان موقعه في الثالث بيسموه افرج كيس. اذا البيست كيس انت حظك انه يبقى افضل حاله انك في البحث في الخوارزميه انه العنصر يكون اول عنصر في المصفوفه. الافرج كيس انه العنصر اللي انت بتبحث عنه يكون بالوسط. الورست كيس انه احنا واحنا بنبحث يكون العنصر اخر شيء. لو اخر شيء وطول المصفوفة هذه 6، اذا انت بدك تستخدم كم عملية؟ 1 2 3 4 5 6. اذا انت حتاخذ ان من العمليات اللي هو ان طول العدد ايه؟
طول المصفوفة، وهذه بسموها الورست كيس. إذا الورست كيس هذه تبعتها بسموها بيج أو للآن. طب ليش إحنا ما خدنا البيست كيس؟ إحنا معنيين إن نتعامل مع الأسوأ ونخطط للأفضل، تمام؟ إذا عملنا مع الأسوأ كنا متشائمين إنه نلاقي العنصر في آخر مكان. بالنسبة للبيج أو، بيج أو هي كلمة بيج أو اللي هي بيج أو لأنه بحطوا أو كبيرة كده، بيج أو نوتيشن. لو قلنا بيج أو واحد، إيش يعني بيج أو واحد؟ يعني الورست كيس أسوأ حالة بتاخد عندك ثانية واحدة، تمام؟ وهذا بسموه واحد، يعني كونستنت، يعني ثابت، وقت ثابت، تمام؟ في عندي بيج أو لوج الأن، لوغاريتم. في بيج أو أن، بيج أو أن لوج الأن. بالنسبة للأفضلية ما بينهم، كل ما كانت اللي جوا هان أقل، كل ما كانت الخوارزمية عندي أفضل بتر. وكل ما كان القيمة تبعت الأن أسها عالي بالشكل هذا، كل ما كانت وورس. على سبيل المثال لو إحنا أخذنا بيج أو للأن مضروب يعني بالشكل هذا، فحتكون إيش؟ يعني very very bad، very bad باللحظة هذه، يعني لما تبقى بالشكل هذا. طبعا زي ما انت شايف هاي رسمتهم، هاي بيج او واحد ثابت، بيج او لوج الان كذا. طيب لو احنا عندنا خوارزميتين كيف نقارن ما بينهم؟ بنقارن ما بينهم حسب قيمة الان اللي موجودة جوا. لو انا عندي خوارزمية الكمبليكسيتي تبعتها او التعقيد، قيمة التعقيد تبعها بيج او واحد، وواحدة ثانية بيج او ان، مين افضل؟ البيج او ان ولا البيج او واحد؟ طبعا البيج او واحد لانها بتاخد كونستانت تايم ثابت، لكن هذيك بتزيد كل ما زي. يعني لو كان هذا عدد العناصر مليون حتاخد ثانية واحدة، لكن لو كان عدد العناصر مليون هنا حتاخد مليون ايه ثانية، تمام؟ طبعا هذا الاعداد بيقول لك انه كيف تعوض عن ان من واحد لألف. طبعا احنا بنحكي عن لوج الان لوجاريتم التين، وهذا مش مطلوب منك انك تعرف كيف العمليه الحسابيه، بس انا مطلوب منك انك تعرف ايش مين افضل، بيج لوج الان ولا بيج او ان ولا بيج او ان لوج الان، ومين افضل من الثاني، عشان احنا هذه المصطلحات نستخدمها في الامثله تبعك. نيجي نكمل. البيست كيس دائما لها رمز لاتيني بالشكل هذا بسموه اوميجا، اوميجا بيست كيس. الافرج كيس ثيتا، الورست كيس بيج او. احنا معنيين بالبيج او، لكن هذه المصطلحات مش غلط انك انت تبقى ايه عارفها، ثيتا والاوميجا. احنا مش معنيين في البيست والافرج، حتى الافرج ما بنقدرش نقيسه، احنا هنعمل فوكس عليه على بيج او ان. مثال، افترض انه عندي انا مصفوفة بالشكل هذا، وعملية المعالجة للمصفوفة هذه فرضيا بتاخد 1000 سكند، وكان قال لك انه عند الخوارزمية الاولى بتاخد كومبليكسيتي بيج او ان، اما الثانية بتاخد بيج او ان تربيع، الثالثة بيج او لوج الان، الرابعة بتاخد بيج او واحد. رتبهم الخوارزميات هذه حسب الايه الكومبلكسيتي تبعته. طبعا افضل كومبلكسيتي عندي البيج او واحد لانه هذا ثابت، هذا رقم واحد. الثانيه لو انا عوضت بالان، ان قديش 1000، حتاخد ان 1000 حتطلع 1000 ثانيه. اللوغاريتم الثاني ان تربيع حتاخد مليون ثانيه. الالجوريثم الثالث لوج التنين للان، لوج التنين للان احنا بناخد لوغاريتم الايه اللي هو لوغاريتم الاثنين، فهي الألف عبارة عن 2 أس 10 مجازا، لوج الاثنين لهذه الرقم بيطلع عندي 10، لأنه لوج الاثنين للاثنين واحد فبيطلع هذه 10، تمام؟ إذا هذه بتأخذ 10، إذا ترتيبهم 4 3 1 2، 4 3 1 2. بدي اياك نشاط في البيت، تقعد تشوف عندي suppose we want to sum the array element what is the order of the sum، order يعني ايش sum، بدنا نعمل مجموع الاري
يقول لك قديش بتكون البيج او تبعتها، ولو احنا بدنا نوجد 5 ماكسيمم نمبر ان اري قديش البيج او تبعتها، وكيف انا طلعتها ان تربيع وطلعت هذه بيج او ان. نيجي لايش؟ لامثله على الكلام هذا. بدايه المصطلحات هذه او المعايير هذه المستخدمه، المعايير الرياضيه زي الضرب والقسمه وباقي قسمه والاس والزائد والناقص والزائد زائد والناقص ناقص وكل والاف والالس، هذه بتاخذ كونستانت تايم. ايش يعني كونستانت تايم؟ يعني سي او واحد، تمام تمام، او واحد او اي وات ايفر، ملوش قيمه يعني قيمته ثابته. لو احنا عندنا كومبلكسيتي بدنا نقيس الكومبلكسيتي لاي خوارزميه، النقطه الثانيه انه البيج البيجن والاند وتعريف الخوارزميه او اسمها او تعريف الفانكشن ما له اعتبار. احنا بنبدا من عند التعليمات، لان احنا قلنا تعليمات. التعليمه الاولى زي صم مثلا، صم او صم يساوي صم زائد صم اكبر، تمام. هذه النقاط احنا بنتعامل معاها. نيجي للصم، الصم هذه ما لهاش اي اعتبار. بالنسبه للفور لوب، هذه الفور لوب زي ما انت شايف كم عملية بتتم جواها، واحد اثنين ثلاثة للآي مثلا، الآي بواحد حياخد، هاي بواحد بالتنين، افترض انه ان هذه بتساوي خمسة، تمام. عوض هنا بالآي نشوفها كم عملية، مرة آي بواحد، مرة آي باثنين، مرة آي بثلاثة، مرة اي بأربعة، ومرة اي بخمسة، لأنه اي أقل أو تساوي ان، أقل أو تساوي الخمسة. قارن هذه مع هذه، هذه مع هذه، هذه مع هذه، حتوقف هنا، وكل مرة بزيد الاي، فهي حتاخذ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس مرات. لو كانت ستة حتاخذ ست مرات، لو كانت سبعة، إذا عدد الدوران اللي حيتم جوا هنا هو عبارة عن قيمة الان، قديش بتكون قيمة الان، عشان هيك احنا اديناها ان. اذا الفور لوب المكتوبة بالشكل هذا وفيها زيادة نمطية اي زائد زائد بالشكل هذا او اي ناقص ناقص لما بيبدأ بالعكس، فهي بتاخد الكومبلكس تبعتها ان. طب ايش الكومبلكس تبعت الخوارزمية هذه كلها؟ هي عبارة عن ان زائد واحد، ها، او واحد زائد ان. لما بكون عندي معادلة رياضية هيك فيها ان، بدنا نوجد بيج او كومبلكسيتي، دائما بناخد اعلى اس للان. ومين اعلى اس للان؟ اللي هو ايه؟ الواحد، ان اس واحد هذا. اذا عندي بيساوي ايه؟ بيج او ان، طلعت ايش الكومبلكسيتي تبعت، تمام. طبعا شو هذا المكتوب؟ هذا عبارة عن قانون لجمع الاعداد من واحد لخمسة. فبقول لك انا لو انت رحت طبقت هذا بقانون معين وبطريقة معينة غير الفور لوب، واستخدمت انت فانكشن تستدعي نفسها، فبقول لك الكومبلكسيتي تبعتها حتكون اقل من الفور لوب. وهذا كلام حنتطرق له في محاضرات ان شاء الله قادمه. المثال الثاني، طبعا هذه انتجر ما لهاش اي قيمه، الاي تساوي الصفر، هذه بتاخذ واحد لانه هي عباره عن يساوي قيمه الساين، بتحط قيمه في متغير. الفور لوب على طول قلنا ان، واحد زائد ان اوتوماتيك اعلى اس للان بيكون عندي واحد، فتطلع بيج او ان. بالنسبه لهدول الفور لوب، هذه اي واحد، عندي فور لوب كم مره بتتكرر ان جواها، هذه بيجن واند هنا موجوده، تمام. اذا خلصت هذه ان لحالها، هنا في شيء بيجن واند، يعني كل لفه من الفور تبعت الجي بلف الكي بعدد لفات الايه الاولى. يعني هذه لو كانت ان وهذه ان، او هذه ان وهذه ام، كم لفه بدي لف جوا هنا، كم عمليه، هي عباره عن ان في ام. فهم احنا تعلمنا انه احنا هذه ان وهذه ان، عشان هيك حط واحد زائد ان زائد ان تربيع. لو فيش بيجن اند لضربتهم في بعض، لكن البيجن اند وقفت هنا الانستركشن، صار البادي تبع الفور الاولانيه بجمله واحده يطبقها هنا، عشان حتى البيجن اند يعني الزياده، واضح البادي تبع الفور. عثبت هيك احنا هذا كان البادي تبع الفور الاول، الثانيه هو الفور الثالثه،
ضربناهم في بعض فطلع عندي 1 زائد ان زائد ان تربيع، اعلى اس عندي للان ان تربيع صارت عندي بيج او ان تربيع. تنساش الان تربيع هيها ان تربيع، لو كانت هذه بتاخذ 1000 او فيها 1000 عنصر قديش بصير عندي؟ مليون عمليه. تمام، لج الان، وقتش بنكتب كلمه لج؟ صلى على رسول الله، اللهم صل على سيدنا. لوج دائما بنطلع على مقدار الزياده في الاي هنا، لو لقيت فيه ضرب او قسمه على طول حط لوج. خلصنا، نرجع تاني ونقول مره تانية في الفور لوب، لو كان عندي مقدار الزياده اللي موجود هنا في ضرب او قسمه، اذا الكومبلكسيتي تبعت العمليه هذه او مقدار تنفيذ العمليات هذه بتاخذ ايش؟ لوج الان. هذا 1، اذا هذه بتاخذ 1 زائد لوج الان. مين اعلى اس؟ لوج الان، اذا بتاخذ ادي بيج او لوج الان. طب هنا طلع هذه جي على 3، هذه عاديه زياده عاديه، اذا هتاخذ ان، هذه لوج الان، بنضرب ان في لوج الان تطلع ان لوج الان، 1 زائد ان لوج الان. الواحد ملوش قيمه، لو انت كان هذا عندك ان مليون، 1 زائد مليون حسبت هيك بنعمل له ديسكارد، اهمال، بنهمله. تمام، يعني عمليه زياده، مليون عمليه مقارنه بعمليه، اذا لما نقسم يعني الشيء يعني لا يؤثر، حسبت هيك بنعمل له ديسكارد للرقم هذا. طبعا كذلك لهذه، طبعا احنا لما بنشوف هذه بيلتخم الطلاب بيقول لك انه انا انتجر ان على 2 هذا احطها لوج يا استاذ. لا، انا قلت لك طول ما الزياده هنا فيها قسمه او ضرب بتحط لوج. طلع هنا ضرب، ضرب حطينا لوج الان، لكن هنا كانت ان على 2 لانه قد ما تكون قيمه ان في البدايه بقسمها على 2. يعني لو كانت هنا ان 10 وهنا ان 5 هياخذ، يبدا من عند الخمسه ويكمل من 5 ل 10، هي عباره عن نص قيمه ال 10 فهيكون 5، فقال لك ان على 2. واضح؟ طيب لو احنا بدنا نقيس الكومبلكسيتي تبعت الثلاثه هذول بنضربهم في بعض، لانه فيش عندي هنا بيجن اند او فيش عندي يعني بريك لبادي تبع فور لوب، فاصبحت هذه البادي لهذه وهذه وهدول التنتين البادي لهذه. تمام، فانا بضربهم في بعض، بضرب ان على 2 في لوج الان في لوج الان، لوج الان في لوج الان، لوج الان تربيع، والان هي بناخذ الاعلى، ان على 2 او ان على 3 بصير ان في ان في لوج الان تربيع. تمام، حتى لو خليتها ان على 2 ما بتاثر اي حاجه. نقطة أخيرة بالنسبة للدو وايل والوايل وجمل التكرار اللي هي الوايل والدو وايل، كلهم بياخذوا ايش؟ لوج الان. لوج الان لانك ما بتعرفش متى بدك توقف. هيك بتكون خلصت المقدمة، وكنت محاضرة خفيفة لمقدمة في تراكيب البيانات والخوارزميات. أتمنى انه انتم تراجعوا المحاضرة ونتعلم من التجارب السابقة من خلال الفصل السابق، وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.